السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الأولى من الجزء الثاني اللي احنا اتفقنا هنشرحه بإذن الله، اللي هو جزء الرنين النووي المغناطيسي أو النيوكلير ماجنتيك ريزونانس. تمام، ال NMR زي ما ناس كتير سمعت عنه أو الاسم ده جاء في بالك قبل كده، أو أنت مثلا سمعت حاجة إن واحد بيقول لك أنا رايح أعمل إشعة بالرنين أو عامل أي حاجة، لكن احنا بنتكلم المرة دي على رنين نووي مغناطيسي بس للمركبات. تمام، هو غالبا الأجهزة سواء أجهزة الأشعة أو الأجهزة اللي بتعمل رنين نووي مغناطيسي للمركبات هم تقريبا الاساس العلمي بتاعهم واحد مع اختلاف التطبيق. تمام، احنا في المحاضره دي هناخد الاساس العلمي بتاع فكره القياس في حد ذاتها، كمان هناخد شويه عن تركيب الجهاز، وان كان الجهاز مش بسيط زي جهاز الاي ار، لا هنا الاساس العلمي بتاعه معقد الى حد ما. هناخد شويه الرياضه اللي بني عليها الجهاز، وان كان برضو الرياضه بتاعته معقده شويه لان هو مش مبني على حاجات رياضيه بسيطه. تمام، فهنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه NMR؟ بيقول لي والله NMR هو اختصار لنيوكلير ماجنتيك ريزونانس. تمام، فخدنا اول حروف عامله الابريفيشن اللي هو الرنين النووي المغناطيسي. تمام، فتعالوا كده بما ان احنا بنتكلم على ثلاث عمليات او ثلاث حاجات ورا بعض، هم حاجه متعلقه بالنيوكليس والماجنتيزم وكمان يعني ايه ريزونانس. فبيقول لي والله يبقى اول حاجه انا لازم اعرف البروبرتيز اوف نيوكليس. تمام، ايه خواص النواه؟ نواة الذرة، أنا بتكلم المرة دي على نواة الذرة وليست مستويات إلكترونية. تمام، فبيقول لي من خواص النواة الخاصيتين المهمين بالنسبة لي إن بيكون عندها حاجة اسمها نيوكلير سبين. تمام، إن فاكر أنت في حاجة اسمها سبين كوانتم نمبر ام اس، لما كنا زمان بناخدها للإلكترون بيبقى موجب أو سالب نص، يبقى يا إما بيلف مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة كلوك وايز أو أنتي كلوك وايز حوالين نفسه، ده هو السبيننج. تمام، وأثناء الدوران بتاعه السبيننج ده بيبقى له ماجنتيك مومنت، فنفس الفكره برضو للنيوكليوس بيكون لها الكلام ده كله، بيكون لها نيوكليير سبين وبيكون لها ماجنتيك مومنت. تمام، وده اللي هيعتمد عليه دلوقتي في عمليه القياس. طيب ده كده الجزء بتاع النيوكليوس. ايه اللي في الماجنتيزم؟ بيقول لي انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل للنواه لما تتحط في مجال مغناطيسي. بيقول لي في الماجنتيك فيلد النواة بيبقى في حاجتين لازم نعرفهم بقى دلوقتي، حاجة اسمها الارمر فريكونسي، وعايزين نعرف حاجة اسمها نيوكليير زيمان افكت، وحاجة اسمها البولتزمان ديستريبيوشن. تمام، ودول مرتبطين ببعض برضه هنتكلم عليهم دلوقتي. كمان لما احنا اتكلمنا كده عن نيوكليس وعلى التأثير بتاعها وايه اللي بيحصل لها في لما تتحط في مجال مغناطيسي. طيب بيقول لي كمان لما النواة تتحط في مجال مغناطيسي وهي بتعمل سبيننج ويكون يتم يعني التأثير عليها بترددات راديوية براديو ويف من مصدر خارجي، فبيحصل حاجة اسمها نيوكليير ماجنتيك ريزونانس، يحصل تراكم ما بين الموجة اللي جاية من بره لما يكون التردد بتاعها تردد الموجة اللي هي ساقطها على الأنوية دي بيساوي التردد اللي بتلف بيه نواة الذرة دي حوالين نفسها. هنفهم الكلام ده ازاي دلوقتي. تمام، تعالوا بقى الأول كده نبدأ على النيوكليس بما ان احنا دي أهم حاجة بالنسبة لنا ودي اساس القياس بتاعنا. فبيقول لي تعالى كده نصنف الانويه، نعمل كلاسيفيكيشن للنيوكلياي، نصنف كل عنصر، بس المره دي هنهتم حتى بتصنيف النظائر. تمام، فبيقول لي اي عنصر بشوفه في الجدول الدوري بشوفه بالمنظر ده. تمام، بيبقى تحت منه مكتوب الاتوميك نمبر، وده بيمثل عدد البروتون. تمام، وده عدد موجب. ثانيا اللي هو بيبقى ليهم شحنات موجبه. تمام، وبعد كده في الماس نمبر، وده بيمثل محصلة مجموع النيترونات زائد البروتونات، ده اللي عندي. بيقول لي ان البروتونز بتكون موجبة والنيوترون بتكون شحنتها متعادلة. تمام، فبيقول لي عشان اعرف اقيس رنين نووي مغناطيسي ويكون للنواة عزم مغناطيسي لازم على الاقل يا اما الاتوميك نمبر او الماس نمبر، ويبقى كويس قوي لو بقوا الاثنين، واحد منهم على الاقل يكون عدد فردي. ليه؟ لان انت فاكر النواة بيبقى الحاجات اللي فيها او سب نيوكليير بارتكل او الحاجات اللي هي الجسيمات اللي بتكون النواة بتبقى شبه فكرة الالكترون، بتبقى في حالة ازدواج، بمعنى ان بيبقى بروتون بيولد مجال او عزم مغناطيسي لفوق، بيكون في واحد تاني بيرد معاه بيكون اتجاهه لتحت، فبيكون محصلة بتاعتهم صفر، يبقى لو بقت الاعداد زوجية كلها هيكون محصلة العزم بتاعه صفر. طيب ده بالنسبة للجسيم المشحون، أمال إيه الوضع في النيوترون؟ بيقول لي برضو النيوترون بتبقى موجودة برضو في بيرد، فلو بقى كل الأعداد زوجية هيكون كل النيوترونات والبروتونات مزدوجة ويكون محصلة العزم المغناطيسي صفر ومش هتتأثر بالمجال المغناطيسي الخارجي.
يبقى انا رقم واحد لو جيت اي نواه عايز اقيس لها رنين نووي مغناطيسي لازم ابص على يا اما العدد الذري او العدد الكتلي اتوميك او ماس نمبر يكون فردي. تمام، تعالوا كده نشوف بقى تبع للتصنيف ده. بيقول لي بالتصنيف بتاعنا ده الانويه هتصنف في اربعه كاتيجوري. تمام، النوع الاول هو ان يكون اود اود، ان يكون العدد الكتلي والعدد الذري هما الاثنين فردي زي البروتون، وده اشهر الحاجات اللي بتعمل لها ان ام ار. تمام، بيكون ادي ده عدد فردي والعدد الكتلي عدد فردي. الفلورين برضو نفس الكلام، الفلورين 19 9 والعدد الكتلي 19. تمام، او النوع الثاني او الكاتيجوري الثانيه ان يكون العدد الكتلي زوجي ولكن العدد الذري فردي، ما زال عدد البروتونات فردي، وده بيسمح لي برضو ان انا اعرف اقيس لها رنين نووي مغناطيسي زي النيتروجين وزي برضو الديوتيريوم النظير الثاني للهيدروجين، بيكون العدد الذري ما زال واحد ولكن العدد الكتلي اثنين. النوع الثالث ان يكون العدد الكتلي فردي والعدد الذري بيكون عدد زوجي زي الاكسجين 17 والكربون 13. كربون 13 ده مشهور جدا ويتعمل له ان ام ار شهيره جدا. تمام، اما النوع الاخير وده مالوش اي ان ام ار، لما يكون كل من العدد الكتلي والعدد الذري ايفن ايفن، هما الاثنين اعداد زوجيه، فالمركبات دي هتكون شفافه بالنسبه للرنين النووي المغناطيسي ومش هتبان خالص ولا يمكن قياسها بطريقه الرنين النووي المغناطيسي. يبقى احنا واحد من الثلاثه دول يمكن قياسه، لكن لما يبقى ايفن ايفن ده لا يمكن قياسه بالمره. طيب تعالى كده نركز على حاجه. بص، انا لما جيت قلت لك لما يكون العدد الكتلي اود والعدد الذري ايفن، العدد الذري قلنا عدد مين؟ عدد البروتون. البروتون دي هي الحاجه الوحيده اللي في النواه اللي تحمل شحنه. طب ازاي يبقى كده العدد الفردي او الرقم الفردي جاي من مين؟ العدد الكتلي، قلنا العدد الكتلي جاي نيوترون زائد بروتون. طيب بما ان عدد البروتونات ايفن، يبقى مفيش طريقه غير لما يبقى العدد ده مجموع اود ان يكون عدد النيوترونات هو اللي عدد فردي. طيب واحد يقول لي النيوترونات انا طول عمري عارفها ومتاكد من الحته دي ومحدش يشككني فيها، ادي بقى معلومه يعني ثابته في دماغي ان النيوترونات متعادله الشحنه، ودايما فيه علاقه مباشره ما بين، انت عندك النيوترون عليه زيرو تشارج، في علاقه مباشره ما بين التشارج والماجنتيزم، في علاقه كبيره جدا ما بين الكهربيه او الشحنات الكهربيه والمغناطيسيه، فازاي جسيم مالوش شحنه ويكون في النهايه له عزم مغناطيسي؟ على فكره الحته دي حصل خلاف سنين طويله بين علماء الفيزياء بسبب حته ازاي النيوترون يبقى متعادل الشحنه ولكن له عزم مغناطيسي. المشكله ان ما كانتش مجرد نظريه، تم قياس العزم المغناطيسي للنيوترون قبل ما يتم اثباته بشكل معادلات نظريه، تمام؟ او يثبت بشكل نظري، يبقى تم اثبات ده ليه عزم مغناطيسي بيتقاس وفي تطبيقات عليه، والكربون 13 اكبر دليل. الدليل على ان النيوترون ليها عزم مغناطيسي ان احنا بنعرف نقيس نظير الكربون 13 ده، مع ان الكربون 6 12 ملوش عزم مغناطيسي، ولكن الكربون 13 تمام ده بيكون له عزم مغناطيسي اقدر اقيسه. اذا هنا الفكره بتبقى مبنيه على البنيه الداخليه للالكترون، تمام؟ البنيه الداخليه اسف جدا للنيترون، بيكون ان النيوترون من جوه بيتكون من حاجه اسمها كواركات. الكوارك النيترون الواحد بيبقى فيه ثلاث كواركات. الثلاث كواركات دول محصله عزمهم المغناطيسي هم بنفسهم لا تساوي الصفر. يبقى اذا الفكره ان النيترون هو جت تفسير من البنيه الداخليه للنيترون، نيترون محصله عزمه المغناطيسي ماشي لا تساوي الصفر، لان الكواركات المكونه ليه محصله عزمها المغناطيسي لا تساوي الصفر، وان كان شحنته متعادله، شحنته صفر. يبقى دي بس النقطه اللي عايزك تبقى واخد بالك منها لو حد سالك او انت مثلا قابلتها في اي كتاب، ازاي النيترون، او انت اصلا لو يعني واخد شويه فيزياء عارف ان الكهربيه المغناطيسيه هم موجهين لعمله واحده، فازاي النيوترون يبقى صفر شحنه وليه عزم مغناطيسي؟ هي دي التفسير اللي موجود. تمام، طيب بيقول لي بقى بما ان النواه وهي بتلف مع نفسها بتلف يا اما لفوق او لتحت، تمام، بتلف مع عقارب الساعه عكس عقارب الساعه، فبيكون اتجاه العزم الام اس بتاعها موجب وناقص نص. تمام، ده الكلام اللي احنا عارفينه. طيب كويس جدا، بيقول لي بقى في حاجه اكتشفها واحد اسمه زيمان،
وتسمت باسمه اللي هو زيمان افكت. زيمان افكت ايه اللي اكتشفه؟ اكتشف ان الانويه، هو شغال كان في الفتره دي في حدود الثلاثينات من القرن الماضي، تمام؟ اكتشف ان الانويه في الوضع العادي ما فيش مشكله، لكن لما بيبدا يحط الانويه في مجال مغناطيسي، مجالات مغناطيسيه، بعرض الانويه لمجالات مغناطيسيه، فبيكتشف ان الحاله الموجب اس والسالب اس اللي هو كان فارض ان هما الاثنين متساويين في الطاقه، تمام، بيكتشف انه بينفصلوا لمستويين، مستوى بيكون له طاقه قليله ومستوى بيكون له طاقه اعلى، تمام. واكتشف ان المسافه ما بين المستويين تعتمد على شده المجال المغناطيسي المطبق على هذه الانويه. طيب ازاي؟ بيقول لي استنى، انت مش بتقول لي لها عزم مغناطيسي؟ ايوه، يعني بتولد مجال مغناطيسي، تمام. يبقى النواه اصلا ليها عزم مغناطيسي من النواه بنفسها، وتم تطبيق عليها مجال مغناطيسي خارجي، تمام. طيب فاكر الفكره بتاعت زمان اللي كنا بنقول الاقطاب المتشابهه تتنافر والاقطاب المختلفه تتجاذب والكلام ده كله في المغناطيسيه زمان؟ هو نفس المبدا. لو كان المجال الخارجي جاي في اتجاه، ويكون المجال المغناطيسي اللي ناتج من النواه، من دوران النواه حول نفسها، مع المجال المغناطيسي ده، يبقى كده هيبقوا الاثنين مع بعض كويسين، ويكون الوضع ده اكثر استقرار. لكن لو كان المجال المغناطيسي الناتج عن النواه يعاكس المجال المغناطيسي الخارجي، يكون الاتجاه الدوران ده هو الاعلى في الطاقه، وكل ما كان قوه المجال المغناطيسي اللي بيتم تطبيقها على النواه اقوى، بيكون فرق او اللي هو الانفصال ما بين المستويين اكبر، تمام. يعني انت لو كملت زودت المجال المغناطيسي انت ماشي كده، هتلاقي الفرق ما بينهم يزيد وهكذا، تمام. يبقى كل ما زودت شده المجال المغناطيسي المطبق، هيكون الفرق ما بين المستويين اللي كانوا هم اصلا متساويين في الطاقه في حاله انعدام المجال المغناطيسي، لما كان الفيلد بزيرو كانوا الاثنين مع بعض، لكن لما ابتديت تطبق مجال مغناطيسي ابتديت افصلهم، تمام. الانفصال ما بينهم ده هو ده الدلتا ايه. طب كويس، انت دايما بتقول لي اي مستويين ينفصلوا عن بعض بيبقى في ما بينهم فرق في الطاقه. اهم حاجه واللي انا عايزك تعرفها، ان فرق الطاقه ده ممكن تكتسبه النواه من خلال موجات من الطيف الكهرومغناطيسي، تمام. هنا الطاقه هنا هتكون موجات الراديو كافيه انها تستثير الذرات في المنطقه دي. تعالوا كده نشوف بقى ايه اللي يحصل، تمام. لو عندي، انا بتكلم المره دي بقى عن حاجه ثانيه، احنا اتكلمنا دلوقتي عن زيمان افكت. زيمان افكت كان عباره عن ايه؟ ان لو نواه خليتها تخش في مجال مغناطيسي، فبدل ما اكون انها كانت بتعمل سبيننج حوالين نفسها الاتجاهين مع عقارب الساعه عكس عقارب الساعه الاثنين متساويين في الطاقه، في تاثير زيمان ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ان المستويين بيكونوا غير متساويين في الطاقه، والسبب هو زيمان افكت وتأثير المجال المغناطيسي الناتج على النواة مع المجال المغناطيسي وتفاعله مع المجال المغناطيسي الخارجي. طيب في الوضع ده بولتزمان من زمان ده كده قانون وحاجات ثابتة في الثيرموديناميك. بولتزمان كان بيقول ايه؟ بيقول ان المستوى الاقل في الطاقة هو المستوى اللي بيكون الاكثر انشغال، او اللي بيكون فيه اعلى عدد من الالكترونات، او اعلى عدد من السبيننج، او اعلى عدد من الحالات السبين الموجبة اللي هي ماشية مع ايه؟ اللي هي ماشيه مع المجال المغناطيسي. بس المره دي ما تنساش ان انا بتكلم على انويه، انا بس بقول لك الكترونات عشان انت فاميليار شويه بفكره الالكترون، يبقى يا اما اتجاه السبين بتاعه لفوق او لتحت، تمام. لكن انا بتكلم على انويه، انا بتكلم على اتجاهات دوران انويه. لو اتكلمنا فرضيا مثلا عندك 100 نيوكليوس حطيتهم في مجال مغناطيسي، كلام بولتزمان بيقول لي المفترض انك تلاقي هنا في المستوى الأقل في الطاقة أكتر من 50، يعني أكتر من نصهم موجود في المستوى الأقل في الطاقة، والكمية القليلة هتكون في المستوى الأعلى من الطاقة. طبعا كل حاجة في العول يعني في الكون كله بتكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن بحث دائم للمستوى الأقل في الطاقة، للوضع الأكثر استقرار، تمام. والأنوية مش استثناء للقاعدة دي، فبالتالي هيكون عدد الأنوية اللي هي منظمة نفسها مع المجال المغناطيسي أكبر بكتير من عدد الأنوية اللي ماشية عكس التيار وماشية عكس اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي، تمام. يبقى هو كلام بولتزمان بيقول لي إيه؟ إن اللور انرجي ليفل
will contain slightly more nuclei than the higher energy level. ده كده بيقول لي اكتر شويه، لان بزر يعني عايزك تبقى معايا ان فرق الطاقه مش كبير، تمام؟ بس انا كل ما هزود فرق الطاقه العدد هيبقى في المستوى الاقل اكبر، واللي فوق يقل منه واحده، ولكن لو ابتديت اقلل المجال هبدا اقلل لحد ما يبقوا المستويين متساويين في الطاقه، ويكون الديستريبيوشن ما بينهم هما الاثنين متساوي. ده كلام مين؟ بولتزمان. يبقى كلام بولتزمان كان بيتكلم عليه ان انت لما يحصل زيمان افكت بشوف انا عدد الانويه اللي واخده الاتجاه ده وعدد الانويه اللي واخده الاتجاه اللي مع المجال المغناطيسي الخارجي، تمام؟ دايما برضه يبقى في دماغك المستوى او اللي هي السبين ام اس موجب نص هو اللي تحت، واللي بسالب نص هو اللي فوق، وده عكس الام اس بتاع الالكترون. ليه بقى؟ لان الالكترون شحنته سالبه، فهنا بيتم عكس الاتجاه عشان ااكد على حته ان هو الانويه ليها شحنه موجبه والالكترونات ليها شحنات سالبه، تمام؟ ده كده احنا اتكلمنا على بولتزمان ديستريبيوشن. طيب بما ان الدلتا اي او فرق الطاقه ما بينهم بيساوي اتش نيو، فرق اي طاقه بيساوي ثابت بلانك في التردد الموجه اللي ممكن تستثير هذا الانتقال. يعني انا لو جبت لها موجه من الاشعاع الكهرومغناطيسي المفروض يحصل انتقال واحده من الانويه من هنا تمتص طاقه وتوصل للمستوى الاعلى في الطاقه وتعكس اتجاه السبيننج بتاعها. طيب تعالوا بقى ندخل في شويه حسابات نشوف ازاي هنخلي نحسب من خلال العلاقات الرياضيه بسيطه ان شاء الله، نحسب في انهي منطقه بالظبط من الطيف الكهرومغناطيسي بيحصل الامتصاص. تعالوا نشوفها. بيقول لي بما ان الدلتا اي بتساوي الاتش نيو، تمام، والدلتا اي بتتناسب مع شده المجال المغناطيسي المطبق. مش قلت لك انا كل ما بزود المجال المغناطيسي ده عمليا، لو كل ما بزود شده المجال المغناطيسي المسافه ما بين المستويين دول بيكبروا، يبقى اذا الدلتا اي بتتناسب مع شده المجال المغناطيسي، تمام. وبما ان النواه في حاله دوران في سبيننج حوالين نفسها، يبقى العزم التردد الزاوي، التردد الزاوي، تمام، بيساوي 2 باي في نيو. نيو ده مين؟ ده تردد الموجه اللي جايه من بره اللي تكفي لاستثاره الذرات من المستوى الاقل في الطاقه للمستوى الاعلى في الطاقه. طبعا لما انا بيبقى عندي تردد بتاع اي موجه وعايز اجيب التردد الزاوي بضرب التردد اللي عندي ده في 2 باي، ده بيديني قيمه اللي هو التردد الزاوي، تمام. ده حاجه معروفه من زمان. بيقول لي بقى وجدوا ان التردد الزاوي بيساوي حاجه تانية. هنربط بقى المره دي التردد الزاوي بمين؟ بشده المجال المغناطيسي المطبق، المجال المغناطيسي الخارجي، تمام. وفي ثابت بيميز كل ذره، في ثابت بيميز كل ذره اسمه ايه؟ اسمه الجايرو ماجنتيك ريشيو. ده كونستانت لكل نواه، تمام. للهيدروجين هتلاقي له رقم، للكربون هتلاقي له رقم، للنيتروجين مثلا هتلاقي له رقم، لكل ذره هتلاقي لها جايرو ماجنتيك ريشيو، تمام. ده بيحدد قوه تفاعل النواه دي وسرعه دورانها جوه المجال المغناطيسي، تمام. وجدوا ان التردد الزاوي ده بيساوي الجايرو ماجنتيك ريشيو اللي هو الرقم الثابت ده في شده المجال المغناطيسي الخارجي، تمام. عشان كده قلت لك ان العلاقه ما بين تردد الزاوي وشدة المجال المغناطيسي علاقة طردية. لما دمجنا العلاقتين دول مع بعض بحسبة رياضية اللي لو عاوز تفهمها هبقى اسيب لك انا شرحها لوحدها بشكل مفصل عشان ما اطولش عليك بس في الحتة دي كتير، تمام. هتلاقي ان التردد بتاع الموجة الخارجية اللي يكفي لإثارة الأنوية بيساوي جايرو ماجنتيك ريشيو في شدة المجال المغناطيسي اللي انت مطبقه من الخارج على 2 باي، تمام. ركز معايا في العلاقة دي عشان هناخدها بالتفصيل في السلايد اللي بعدها، تمام. يبقى التردد اللي انا عايز اعمل بيه اكسايتيشن للنواه من اللور ستيت للهاير ستيت، ان انا اطلعها من المستوى الاقل للاعلى في الطاقه، ده هحسبه بناء عليه في دول ثوابت، هعتمد بس على شده المجال المغناطيسي اللي انا بطبقه على الذره دي. يبقى في حاله ان كان التردد في حالة كان المجال المغناطيسي الخارجي بصفر، فنظريا مش محتاج ان انا استثيره، هي اصلا كده ولا كده هيبقوا المستويين متساويين في الطاقة اللي هو كان في البداية قبل ما نعمل الزيمان افكت. بس كل ما كنت بزود شدة المجال المغناطيسي
فكان السبليتنج ما بين المستويات بيكبر، تمام، اللي كنا عاملينه هنا بدري، وده بيؤدي الى ان فرق الطاقه بيكون اكبر، تمام، وبالتالي بيحتاج تردد اعلى، وقلنا تردد اعلى يعني طاقه اعلى، كنا شارحين الحته دي في بدايه شرح الاي ار، تمام، في اول محاضره خالص عن الاي ار، اتكلمنا عن ان كل حته في الطيف الكهرومغناطيسي بتمثل مستوى طاقه معين او ليها طاقه معينه تكفي لاستثاره حاجه معينه جوه الذرات، سواء كانت بتغير مثلا الالكترون ترانزيشن او بتسبب الكترون سبين او بتسبب فايبريشن، الكلام اللي اتكلمنا عليه. فالترددات الراديويه دي بنلاقيها ان في الراديو ويف بيكون كافي ان هو يغير في السبيننج بتاع النيوكليوس، تمام. ادي نشوف القانون بقى، ناخده حته حته. بيقول لي والله البي نوت دي اهي، دي عباره عن الابلايد ماجنتيك فيلد بالتسلا، تمام. يبقى ده بيقاس المجال المغناطيسي او شده المجال المغناطيسي بوحده اسمها تسلا، تمام، واللي هو الجاما دي اسمها الجايرو ماجنتيك ريشيو، وده رقم ثابت لكل ذره، يعني مثلا للهيدروجين ده اشهر رنين نووي مغناطيسي بيتعامل للهيدروجين، تمام، فده بيكون في حدود 2.68 في 10 اس 8 تسلا سكند ماينس 1، طبعا هم الاثنين تسلا ماينس 1 سكند ماينس 1، تمام، وده التردد اللي بيشتغل عليه الجهاز او اللي انت محتاج تسقطه من الخارج عشان يحصل اكسايتيشن، وده بيكون بالهرتز، تمام. حاجه ثانيه، لو ادالك المجال المغناطيسي بوحده ثانيه غير التسلا، بيكون في وحده ثانيه مشهوره بس اصغر من التسلا بكتير اسمها الجاوس، تمام. خليك فاكر ان الواحد تسلا وحده كبيره جدا بتساوي 10000 جاوس، تمام، 10 اس 4 جاوس، تمام. ده لو ادالك شده المجال المغناطيسي بالجاوس وعايز تحولها للتسلا، وان كان الاجهزه الحديثه بتشتغل على يعني شده مجال مغناطيسي كبير فبتتقاس بالتسلا عادي، تمام، ولكن خليك فاكر يعني لك ان تتخيل ان اول جهاز عملوه كان تقريبا 1.3 تسلا، فكان بيتقاس بالجاوس احسن، تمام. ده كده القانون. ركز بقى معايا شويه في القانون ده. بيقول لي القانون ده، ده الحته دي كلها ثوابت، يعني انا ممكن اشيل الحته دي كلها واحط بدلها K، تمام، واقول ان التردد بيساوي K في البي نوت، تمام. يبقى ده مقدار ثابت، ده الكونستانت بتاعي في شده المجال المغناطيسي، تمام. يبقى انا ممكن اجيب كمان قيمه الجايرو ماجنتيك ريشيو من خلال ان انا بقيس التردد اللي يعمل اكسايتيشن للنيوكليوس دي بتغيير كمان شده المجال المغناطيسي المطبق عليها، وارسم علاقه الميل هيكون بالنسبه لي هو مين الكي ده. اقدر طبعا ده الاثنين باي ده رقم ثابت، اجيب الجايرو ماجنتيك ريشيو، ودي محسوبه لكل الذرات ومعروفه وثابته، يعني كل نيوكليوس ليها رقم معروف، تمام. يبقى كده انا لو عندي اي مجال مغناطيسي هقدر اعرف التردد اللي انا اعمل عنده اكسايتيشن، او اعرف اعمل عنده ريزونانس للنواه دي انقلها لمستوى اعلى في الطاقه. طيب تعالى كده ناخد لنا كام سؤال نطبق عليهم القانون اللي فات. ادي القانون بتاعك حاططه لك هنا اهو، وادي كمان الجايرو ماجنتيك ريشيو 2.68 من 100 في 10 اس 8، تمام. بيقول لي ايه السؤال الاول؟ بيقول لي كالكوليت الماجنتيك فيلد اوف ان ام ار سبكترومتر، تمام. طبعا احنا فهمنا يعني ايه سبكترومتر. طيب يبقى جهاز الان ام ار انا عايز احسب مين الماجنتيك فيلد، يعني البي نوت اهي. طيب بيشتغل عند كام؟ ما هو انا عندي حاجتين، عندي دول ثابت انا حافظهم، يا اما يديني التردد ويطلب مني شده المجال، يا اما يديني شده المجال المغناطيسي وعايز التردد اللي بيشتغل عند الجهاز. دول نوعين الاسئله اللي عندك. طيب بيقول لي هو عاوز مين المره دي؟ عاوز البي نوت، شده المجال المغناطيسي اللي بيشتغل عنده الاجهزه دي. جهاز شغال عند 60 ميجا هرتز، يعني 60 مليون هرتز، 300 ميجا هرتز، 500 ميجا هرتز، واحدث اجهزه موجوده يعني اليومين دول تقريبا هي في حدود 900 ميجا هرتز. الترددات دي كلها في نطاق الترددات اللي هو الراديو ويف، تمام. طيب تعالوا كده نعمل حسبتنا بسرعه. انا عندي كام؟ انا عايز دي 60 ميجا هرتز، يبقى ادي 6، تمام، 60 ميجا يعني هضرب في 10 اس 6 ميجا يعني مليون، تمام،
لو انت بتنسب 2 في ميجا وجيجا والكلام ده كله، فسهل بالنسبه لك اللي هو ميجا مليون. طيب يبقى ادي تردد 60 ميجا هرتز بيساوي، هتحسب الحسبه دي كلها على 2 باي عشان تجيب الحته دي، ده هو الكي. في هيبقى فاضل عندك مين؟ يبقى كده الكي انت حسبته تمام. هيفضل عندك بس المجهول الوحيد هو البي نود، وده هتجيبه مباشره. هتحسب هتلاقي مثلا الجهاز ده هتلاقيه في حدود 1.3 تسلا، هتلاقي مثلا ده اقوى منه بنفس الريشيو، بما انه هو زاد مثلا من 60 ل 300 ضربت في 5 يبقى برضو قوه الفيلد هتزيد لخمس مرات. طيب ده برضو بنفس الريشيو، وده تقريبا في حدود 21 تسلا تمام. ده احدث اجهزه موجوده في العالم، لكن تتخيل ان المجالات المغناطيسيه دي غايه في الصعوبه للوصول للمجالات المغناطيسيه العاليه دي. يعني انت من السهل جدا توصل لترددات عاليه، سهل جدا تجيب موجات بترددات عاليه وتشحنها بطاقه زي ما انت عاوز، ولكن الازمه هي كلها في المجالات المغناطيسيه القويه. كمان مع المجال المغناطيسي القوي بيكون في صعوبه في التشغيل والكلام ده كله. فاول اجهزه عملت 60 ميجا هرتز، ولكن الاجهزه دلوقتي وصلت ل 900، وان كان اغلب الاجهزه اللي شغاله في مصر في حدود من 300 ل 500 تمام. ده كده اول حاجه. طيب النوع الثاني من الاسئله ممكن يجي لي سؤال بطريقه ثانيه تمام، مديني قوه الفيلد بتاعت الجهاز، مديني قوه البي اهو، وطبعا دول زي ما قلنا ثوابت تطبيق مباشر في القانون. عايز يحصل ريزونانس او عايز يحسب حاجه اسمها اللارمر فريكوانسي، ما هو النيو دي معناها لارمر فريكوانسي تمام، عشان لو سمعت الكلمه دي ده اسمه لارمر فريكوانسي، تردد اللي بتلف بيه النيوكليوس في المجال المغناطيسي. مديك المجال المغناطيسي شدته 18 تسلا، هتعوض مباشره في القانون بتاعك بكل حاجه بقيمتها، هتلاقي شده المجال او هتجيب التردد بتاعك هيبقى في حدود 800 ميجا هرتز او اقل شويه في الرينج ده. يعني ده برضو نوع تاني من المسائل. الحاجه الثانيه بقى هنا ابتدى، يعني في السؤال الثالث ابتدى يغير لك، مديك اولا جمله كده بسيطه الاول ايه هي، بيقول لي والله الجايرو ماجنتيك ريشيو بتاعه الهيدروجين اكبر باربع اضعاف من الجايرو ماجنتيك ريشيو بتاعه الكربون، يعني الجاما بتاعه الهيدروجين بتساوي 4 الجاما بتاعه الكربون تمام. ده معناه ايه؟ معناه انه تحت نفس التردد. يبقى ده بيعني لي ايه؟ ازاي ان الجايرو ماجنتيك ريشيو بتاعه الكربون بتساوي، او الجايرو ماجنتيك ريشيو بتاعه الهيدروجين بتساوي 4 الجاما بتاعه الكربون؟ ده يعني ان انا تحت نفس الفيلد، يعني نفس الجهاز بنفس المجال المغناطيسي، يبقى البي هثبتها اهي، ثبت البي. بيقول لي والله لو كان الجهاز بيقيس البروتون او اللي هو الهيدروجين يعني عند 900 ميجا هرتز، حلو، هيقيس الكربون عند تردد يساوي 900 على 4. ليه؟ لان نسبه الجايرو ماجنتيك ريشيو من الهيدروجين للكربون، الهيدروجين بيساويها 4 اضعاف. فبالتالي انت لو ادالك اي تردد جهاز وعايز تعرف التردد اللي بيقيس عنده الكربون هتيجي قاسم على 4 تمام. يبقى الجايرو ماجنتيك ريشيو بتاعه الهيدروجين دي بتكون اعلى من الكربون باربع مرات. تقول لي عايز برضو كالكوليت اللارمر فريكوانسي، عايز برضو مين؟ نيو. وفي ان مار سبيكترم اللي بيشتغل عند فيلد كام؟ هتحسب هنا للهيدروجين، ولكن هتيجي هنا هتحسب التردد اللي بيشتغل عليه برضو عند 18 تسلا بس للكربون. لما اجي اقيس الكربون هتكتشف ان التردد اللي هنا اعلى من التردد ده باربع مرات. ده بيأكد لك برضو ان هو الجايرو ماجنتيك ريشيو بنسبه 1 لـ 4 تمام. ده من ضمن الحاجات اللي تاخد بالك منها لو شفت اي مسائل. دي نوعيه الاسئله اللي ممكن تجي لك على ال NMR بشكل نظري. معظم الاسئله الثانيه بتكون شيتات والكلام ده كله، بس لازم افرش لك فرشه بسيطه كده عن الاساس النظري والفكره النظريه بتاعت الجهاز، وبعد كده نبدا نتكلم على تركيب الجهاز ونتكلم كمان على الشيتات والكلام ده كله. طيب يعني ايه ريزونانس؟ احنا اتكلمنا على مكونات النواه، ما هو الاسم NMR، احنا اتكلمنا على مكونات النواه وتكلمنا على المغناطيسيه وتاثير المغناطيسيه على النواه. ف
فاضل آخر حاجة نتكلم على فكرة الرنين. يعني إيه رنين؟ يعني إيه ريزونانس؟ بيقول لي والله الريزونانس هو لما تكون النيوكليوس ميت الرايت ماجنتيك راديو ويف، يكون فيها الرايت ماجنت والرايت راديو ويف، يكون في علاقة. أصل الريزونانس بيتم ما بين علاقة ما بين حاجتين، البي، وكمان بتتناسب مع التردد للموجة. لو الأتوم أو النيوكليوس دي محطوطة جوه مجال مغناطيسي بشدة معينة، وجت الموجات الراديوية بتردد مظبوط صح بيساوي التردد اللي تلف بيه النواة حوالين نفسها في المجال المغناطيسي، هيحصل ريزونانس، تمتص الموجة دي وده يخليها تعكس اتجاه دورانها حوالين نفسها، اتجاه الدوران المغزلي بتاعها. طيب يعني بالعربي هو الريزونانس هو عملية تداخل بين موجتين، تمام؟ للتبسيط يعني لهما نفس التردد، اهم حاجه يكون التردد هنا وهنا واحد، تمام؟ اذا تساوى تردد الموجه الساقطه، اذا تساوى تردد الموجه الساقطه على الذره مع التردد اللي بتلف بيه النواه حوالين نفسها، تعمل سبيننج حوالين نفسها في المجال المغناطيسي، داخل هذا المجال المغناطيسي يحدث امتصاص لطاقه هذه الموجه. يبقى هيحصل ايه؟ لو كان تردد الخارجي اللي ساقط على النواه بيساوي التردد اللي بتلف بيه النواه في المجال المغناطيسي هيحصل امتصاص، ونتيجة للامتصاص الطاقة دي هيكون عندها كم كافي من الطاقة ان هي تتنقل من الاتجاه اللي كانت بتلف فيه مع المجال المغناطيسي تلف عكس المجال المغناطيسي، تعكس اتجاه الدوران المغزلي، تتحول من الحالة الموجة بنص الى الحالة اللي قلنا عليها من بدري اللي هي بسالب نص، تمام؟ لان اصبح عندها كم اعلى من الطاقة، بقى عندها القدرة انها تعاكس المجال المغناطيسي بسبب الطاقة اللي اكتسبتها من الموجة اللي جاية عليها من بره، تمام؟ بس اهم حاجة يكون التردد متساوي. طيب تعالوا نشوف بقى الكلام ده بيتم ازاي وازاي الاجهزة بتقيس. احنا عايزين نفهم تركيب الجهاز من جوه ايه. احنا قلنا لازم يكون فيه مجال مغناطيسي ولازم يكون فيه ترددات راديوية، يبقى اذا لازم يكون فيه مصدر المجال المغناطيسي ولازم يكون فيه تردد مصدر للترددات اللي هي بتاعت الراديو ويف. فبيقول لي بص جهاز الانمار اهو ده شكل جهاز الانمار، جهاز غالي جدا، الجهاز دلوقتي في حدود ما بين 15 ل 20 مليون جنيه ده بالمصري، تمام؟ الاجهزه دي غاليه جدا وفيها اجهزه اعلى من كده بكتير، الاجهزه دي بارقام فلكيه، اجهزه يعني عددها محدود جدا في مصر تتعدى على الايد، مفيش شركه بتشتري يعني تشتري الجهاز ده ولا في شركه بتمتلك الجهاز ده خالص، تقريبا مراكز بحثيه محدوده عندها جهاز اللي هو الرنين النووي المغناطيسي. طيب زي ما قلنا جهاز الرنين النووي المغناطيسي بيشتغل فبيحتاج مجال مغناطيسي قوي. من بدري قلت لك ان المغناطيسيه والكهرباء شيء وحيد، بينتجوا المجال المغناطيسي بملفات كهربيه، تمام؟ لما بتلف سلك كهرباء حوالين نفسه وتمرر فيه تيار كهربي، ايه اللي بيحصل؟ بيتولد عنه مجال مغناطيسي. يبقى انا بولد المجال المغناطيسي باستخدام ملف مغناطيسي وبتحكم في شدة المجال المغناطيسي بالتحكم في شدة التيار، كام أمبير مر من السلك ده. وعشان أخلي المجال المغناطيسي قوي جدا عايز أخلي السلك ده سوبر كوندكتور، موصل فائق. بيقول لي السوبر كوندكتور أو فكرة السوبر كوندكتيفيتي دي بتكون في حالة واحدة، لما أبرد الموصل أو السلك النحاس أو أي مكان السلك اللي مصنوع عندي لدرجة حرارة منخفضة جدا. يبقى انا لما الموصل اللي عندي الموصل النحاسي ده بردته الحراره منخفضه هيتحول لسوبر كوندكتور مقاومته صفر، وبالتالي هيكون المجال المغناطيسي الناتج عنه مجال قوي جدا. اوصله بتبريد ازاي لحراره منخفضه عشان يبقى سوبر كوندكتور؟ بيقول لي بنحط له هيليوم سائل، ليكويد هيليوم، وده حرارته في حدود 4.2 كلفن، ودي حراره منخفضه في حدود حوالي 269 تحت الصفر سيلسيوس، تمام؟ ده هي درجة الحرارة اللي بيوصل لها الملفات اللي جوه، بيبقى جوه هنا هيليوم سائل حوالين الملف. طيب وعشان الهيليوم حرارته منخفضة بنحاول كمان نحمي الهيليوم من حرارة الجو الخارجي، انت بتتكلم في حرارة فلكية، حرارة 270 في حدود 270 تحت الصفر، حرارة منخفضة جدا، واحدة من أقل درجات الحرارة المسجلة في العالم كله مسجلة جوه الهيليوم السائل. بنحمي الهيليوم السائل من الخارج بسيستم من دبل جاكيت. الأولاني بيكون عبارة عن هيليوم محاط بنيتروجين سائل،
يبقى بيحاط بنيتروجين مسال. النيتروجين المسال درجة غليانه 77 كلفن في حدود 200 تحت الصفر، يعني في حدود 200 وشوية تحت الصفر، دي درجة الغليان بتاعت اللي هو النيتروجين السائل. اسف انا كاتب نيون. النيتروجين السائل يبقى بيبقى هيليوم ومحاط بنيتروجين مسال، وبعد ده كله كمان في غرفة او جاكت مفرغ من الهواء حوالين منه، ده كله عشان اضمن العزل التام للحرارة عن الجهاز، ده كله عشان اوصل الجهاز يشتغل في درجات حرارة منخفضة، وبالتالي يسمح لي اوصل بمجالات مغناطيسية دلوقتي ل 22 تسلا. ولك ان تتخيل ان ده مجال مغناطيسي قوي جدا، المجال ده كافي ان هو يعطل الموبايلات ويعطل اجهزة الكمبيوتر ويعطل حتى كروت الفيزا لما تقرب على الجهاز. المجال المغناطيسي ده عنيف بشكل رهيب، تمام؟ يبقى لازم يكون متبرد بشكل جامد. في وسط الجهاز بقى هنا وفي وسط الملف ده بننزل العينة بتاعتي في تيوب مصنوعة من ازاز نظيف شوية، تمام؟ نوع من الازاز اللي هو الكوارتز النظيف، ويكون العينة اللي ما بتدخل في الجهاز هي شبه التست تيوب العادية، تمام؟ بس يعني تبقى ارفع شوية واطول، وبيكون محطوط فيها السولفنت ومتدوب العينة بتاعتي، وبيبدأ العينة بتاعتي تلف هنا عن طريق ان انا بضخ الهواء على حاجة هنا شبه المروحة، يعني بتلف العينة بتاعتي بسرعة كبيرة جدا، في بعض الأجهزة بتوصل سرعة الدوران لأربع تلاف لفة في الثانية، تمام؟ على حسب الجهاز وعلى حسب العينة بتاعتي، وكل ما شدة المجال المغناطيسي عليت هتحتاج تلف بسرعة أعلى. هنفهم إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله، هقول لك ليه سرعة الدوران دي يعني من ضمن المتغيرات المهمة جدا في العينة وقياس العينة بتاعتي. يبقى احنا من الأساس بيكون عندي مجال مغناطيسي وعندي مصدر للراديو ويف. يبقى هنا بيكون عندي مجال مغناطيسي اهو ومصدر لموجات الراديو. اللي بيحصل ان انا بطبق مجال مغناطيسي قوي، تمام، من سوبر كوندكتور، سوبر كوندكتنج ماجنت، وبعد كده بصدم النيوكليس بتاعتي دي بموجات من الراديو ويف، وبعد كده بسجل الامتصاص، حصل امتصاص في انهي منطقه من الراديو ويف، وده بيرسمه الجهاز على الشاشه اللي عندي وبيطلع لي ال NMR سبيكترم، تمام؟ كل نواه بتمتص بترددات معينه، وبيكون في فروق بسيطه جدا في الامتصاص بتعرفني انواع وعدد الانويه اللي عندي من كل ماده، بيديني بيانات مباشره جدا. ال NMR واحده من اهم التولز اللي اخترعت في العالم كله في عمليه الريسيرش وفي تعريف المركبات العضويه، ودي اساس مهم جدا، دي من ضمن المعارف الاساسيه اللي لازم اي كيمست يبقى عارفها. انت لو اتخرجت ما تعرفش ان المقار، صدقني كده يعتبر جزء كبير جدا ناقص عندك في دراستك للكيمياء العضويه، لازم تفهم ان المقار، تمام؟ لان ده من ضمن الحاجات الاساسيه المعترف بها عالميا ان انا بعرف المركب. اول حاجه ان المقار، تمام؟ يبقى احنا قلنا عندنا ماجنت وعندنا راديو فريكوانسي، بعد كده بنسجل الامتصاص وبيرسمه الجهاز عندي. طبعا الموضوع يعني مش بالسهوله دي، ولكن احنا بنقول ان هو بيتم بالطريقه دي، بسيط لا اكتر ولا اقل. طيب ازاي ال NMR سبيكترم بنعمل له ريكورد، هاو تو ريكورد، تمام؟ ال NMR سبيكترم بيقول لي والله احنا قلنا انت عندك متغيرين، اللي هو تردد او اللي هو التردد بتاع الموجه راديو الخارجيه، والمجال المغناطيسي. يبقى انا عندي معادله فيها اثنين فاريبل، تمام؟ دكاترتنا بتوع الرياضه كان بيقول لي ايه، لو عندي معادله فيها متغيرين لازم اثبت واحد واغير الثاني واشوف العلاقه ما بينهم. يبقى انت عندك حل من الاثنين، يبقى هو تردد بيساوي المجال المغناطيسي مضروب في ثابت، الثابت ده سيبك منه دلوقتي، انا عايز اشوف علاقه دول ببعض ايه. بيقول لي خلاص هتعمل ايه، ثبت واحد منهم وغير في الثاني. فهي برضو بنفس الطريقه، الجهاز يا بيثبت المجال المغناطيسي ويغير في التردد، يا يغير المجال المغناطيسي ويثبت التردد. يبقى انا عندي اثنين فاريبل، هثبت واحد واغير الثاني. يبقى الطريقه الاولى ان انا بعمل فيكس للفريكوانسي، بثبت الفريكوانسي، بخلي الجهاز شغال عند تردد ثابت، وابدا اغير في شده التيار الكهربي. انه تيار بقى؟ قلنا احنا السوبر ماجنت ده جاي من سوبر كوندكتور بيمر فيه كهرباء، فانا بغير في شده التيار المار هنا فبيغير لي في شده المجال المغناطيسي واحده واحده، تمام؟ لحد ما يبقى انا بالنسبه لي كده عملت اسكان لمنطقه كبيره جدا، يبقى هو نفس التردد
بغير شده المجال المغناطيسي فبعرف كل اتوم امتصت في انهي حته. طيب ده الطريقه الاولى، ودي يعني عشان اكون صريح معاك دي الاكثر شيوع وتقريبا كل الاجهزه في العالم شغاله بيها. الطريقه الثانيه اللي نظريا المفروض نشتغل بيها عادي برضو، ان انا بثبت المجال المغناطيسي، اخلي المجال او شده التيار الكهربي جوه اللي هو السوبر ماجنت ثابت، وابدا اغير في التردد. تمام، وان كانت الطريقه دي اقل شيوعا بكتير جدا. طب ليه؟ في سؤال هنا، ليه انا ممكن اغير في المجال المغناطيسي بسهوله وما اعرفش اغير في الترددات غير بصعوبه قليل قوي الاجهزه اللي بتشتغل عليه ان لم يكن مفيش جهاز بيشتغل بالطريقه دي؟ بيقول لي الموضوع بسيط، الترددات الراديويه اللي بيشتغل عليها الجهاز لازم تكون تردد فائق النقاء وتردد بدرجه معينه وخواص صعب جدا ابدا اغير واحصل عليها. فانا بزبط الكويل اللي بيطلع لي او الملف اللي بيطلع لي الراديو ويف بيبقى الشركه مصنعاه على تردد ثابت، وده ما حدش بيجي ناحيته خالص، بيبقى في ايدك بس او البرنامج بتاع الجهاز بيغير في شده المجال المغناطيسي فقط بالطريقه اللي قلنا عليها الاولانيه. لكن ان انت كل مره تغير في التردد وكمان عايزه تاخده بنفس النقاء وبنفس الجوده اللي بتطلع من الجهاز عند التردد الثابت، لا، الطريقه دي هتكون صعبه والطريقه دي بتكون سيئه جدا، كمان بيكون الراديو ويف اللي طالعه فيها نويز وفيها مشاكل كتير، وده هيسبب لك مشاكل لان الجهاز ده حساس بشكل رهيب جدا لاي تغير في المجالات المغناطيسيه. يعني تخيل ان الجهاز ده بيحس بالمجالات المغناطيسيه حتى اللي جايه من الاسلاك اللي بتوصل له كهرباء، حتى من حاجات المعدن اللي حوالين منه، ولذلك الحركه حوالين الجهاز وهو بيقيس العينات حتى بتكون حركه بنظام. تمام، لان الجهاز ده حساس بشكل فائق جدا لكل المجالات المغناطيسيه. تمام، يبقى احنا بنقول نظرا للتغير بين الاجهزه، بما ان الاجهزه بتغير في التردد او بيتغير في شده المجال المغناطيسي، تمام، والجهاز اللي انا حاطه في مصر هنا غير الجهاز اللي شغال في امريكا، غير اللي شغال في بريطانيا، غير اللي شغال في اي مكان تاني في العالم، بيختلف في الترددات وكمان في الاصدارات والانواع بتاعه الاجهزه. فده بيخلي ان الجهاز لازم يكون له طريقه موحده عالميا نقيس بيها. فقال لي الحل الوحيد هنحط له مركب جوه مع العينه. ايه ده بقى؟ ايوه، احنا لما بنيجي نقيس اي مركب في الان ام ار بنحط له مركب ستاندر. تمام، بنحط له مركب احنا عارفين بيمتص عند انه تردد او بيمتص عند انه مجال مغناطيسي، معروف المنطقه اللي بيمتص عندها تردد كام عند مجال كام. تمام، وبمعرفه التردد او المجال المغناطيسي هنجيب الثاني نسبه للمركب بتاعنا، او بنعتبر المركب بتاعنا الستاندر بتاعنا ده ان هو نقطه الصفر للجهاز، وبنبدا نقيس كل المركبات ريلاتيفلي، يعني بنعتبر ان هو الصفر واي مركب ثاني بيتقاس نسبه ليه. تمام، يبقى احنا لما بنيجي نقيس مركبنا بيبقى فيه تغير في الجهاز، تغير في شده التيار الكهرباء، تغير في اي حاجه حوالين الجهاز. فازاي بنثبت الكلام ده وما نخليش فيه تغير بين القياسات اللي هنقيسها هنا في مصر او في اي مكان تاني، ويبقى الارقام كلها ليها معيار موحد عالمي؟ فكان لازم ان احنا نحط مركب ستاندر عالمي نشتغل بيه كلنا. تمام، ده هيخليني اعتبر ان هو نقطه الصفر وابدا اقيس كل المركبات نسبه ليه. بيقول لي والله المركبات الستاندر اللي انا بشتغل بيها هم مركبين مشهورين جدا. هو حقيقي يعني معظم الناس اللي بتشرح بيقول لك انه في ستاندر واحد اسمه التي ام اس. تمام، الستاندر تي ام اس او اختصارا لتراي ميسايل سيلين. تمام، تراي ميسايل تترا ميسايل سيلين، اسف، ده رباعي الميسايل تترا ميسايل سيلين. تمام، المركب ده سيمتريك جدا، الاربع مجموعات الميسايل دول بيكونوا متماثلين، وده بيكون للاورجانيك سولفنت. لو انت بتعمل ان ام ار في اورجانيك سولفنت بتاعتك بتحط الستاندر بتاعك تراي ميسايل سيلين. تمام، الدنيا بتبقى ماشيه كويسه لان معظم المركبات اللي فيها كربون وهيدروجين بتدوب كويس جدا في الاورجانيك سولفنت. بس لما جت فتره عايزين يقيسوا الان ام ار للبروتينات والحاجات دي، والبروتينات بيكون ذوبانها في الميه او المركبات الامينيه كلها بتحب تدوب في الميه، فكان لازم نجيب ستاندر ثاني، وده يعني قليل قوي اللي بيتكلموا عليه. ده بيتقاس لو كانت العينه في اكوا سولفنت، فبنحط السولت بتاع الاسد اللي هو قصادك
عندك الأسيد ده اسمه 2 و2 داي ميثايل 2 سيلا بنتين 5 سلفونيك أسيد، بس ده مش هيبقى أسيد، يعني هو مش هيبقى أسيد دي اس اس. لو انت دخلت تدور عليه هم بيستخدموه في الجهاز مش في صورة أسيد، بيستخدموه في صورة الصوديوم سولت، بيستخدموه في صورة الملح الصوديومي. الحتة دي بتبقى O نيجاتيف إن إيه، تمام. طبعا المركب ده بيدوب في المية، لو انت ركزت هم دول اللي باخدهم برضو نقطة الصفر بالنسبة لي بعاير بيهم، هم دول موجودين هنا. الاختلاف الوحيد ان الحتة دي بدلناها بايه، بالتيل الكبير جدا ده اللي هو بيخلي المركب بتاعي دايب في المية. يبقى انا عشان اوحد القياسات للان ام ار بنعمل ايه، بنحط ستاندرد داخلي. الستاندرد الداخلي ده معروف عالميا، عبارة عن يا اما تترا ميثايل سيلين، يا اما بيقول لك الستاندرد بتاعك تي ام اس، او لو انت عايز تستخدم اكوا سيستم فبتستخدم وتقيس بالدي اس اس، ودول الاثنين بيأكدوا لي وانا بستخدمهم كنقطة الصفر للقياسات بتاعتي. يبقى كده المركبين دول بستخدمهم كانترنال ستاندرد. يبقى الانترنال ستاندرد بالنسبة لي في الان ام ار يا اما تي ام اس، وده غالبا اللي بيستخدم، وده معظم الشيتات اللي هنجيبها باذن الله هتكون فيها التي ام اس او الدي اس اس. لو انت بتقيس ماده بروتينيه او بتقيس اي حاجه بتدوب في الميه، تمام. دول الستاندرد بتوعي، دول اللي هعاير بيهم كل المركبات او هقيس كل المركبات ريلاتيف ليهم، لان انا عارف التردد وعارف قوه المجال المغناطيسي اللي بيعمل عنده الريزونانس، فانا اقدر اجيب اي متغير من الثاني بدلاله الثاني، فده بيستخدم في نقطه مرجعيه المركبات. كده وصلنا لنهايه محاضرتنا الاولانيه، ما حبيتش يعني اطول عليك شويه. باذن الله المحاضره الجايه هناخد ازاي بنعمل او بناخد اللي هو المركبات دي اللي هي تي ام اس ده مثلا كنقطة صفر للجهاز، هنفهم الجهاز اصلا بيقيس على سكيل ايه، كمان هنبدا نشوف شكل الشيت اللي بيطلع من الجهاز وازاي نفسر السبيكترا دي بشكل كويس وبسرعه. يعني هديك حاجات كده انك انت مجرد ما تشوف الشيت، لا الشيت ده فيه كذا وكذا وكذا. طيب ايه نوع البيانات اللي ممكن نحصل عليها من الان ام ار، وكمان ازاي استفيد بالان ام ار وافهم شيتات الان ام ار المختلفه بانواع مختلفه من السولفنت، وكمان افهم يعني ايه دور الديوتيريوم معايا لما استخدمه كسولفنت. باذن الله ده كله هيكون في المحاضره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله.